مشاهدينا الكرام، نحن بمقابلة خاصة مع الجنرال ميشيل عون مباشرة من الرابية. جنرال، شو صار بالملف الرئاسي؟ ما في شيء جديد لحديت هلا، ان شاء الله قريبا تتبلور الامور. نعم، يعني قد ايه في نطره جنرال؟ لا ما بعتقد في نطره طويله، لانه ما بحس انه حدا على باله انه نحن نطبق الخطه ب. بفهم منك انه الخطه ا بلس ما رح تزبط؟ مش عجبتهم ا بلس، بس هن مش عارفين انه اذا ما طبقوا ال ا بلس نحن وانا شخصيا شو رح اعمل. نعم جنرال، فينا نفهم منك بس الخطة هودي A A plus B شو بيعنوا؟ يخي سيد الكريم A أون. بس أنا هذي ما كنت قبلين فيها من الأساس. A plus أون plus باسيل. بس هذي مش عجبتني، بس هني مش راضين فيها. إن شاء الله ما نضطر نطبق بالقوة الخطة B. الخطة B. ايه نعم، خطة بي بسيل، يعني بسيل رئيس او لا احد. ايه نعم. شو هالحكي هذا؟ لك خيي هيك، نعم هيك بضمن انه الخطة A بلس بترجع بتفرض حالها. اذا بتريدوا صوتوا لنا على الخطة A بلس احسن ما نضطر غصب عنكم نطبق الخطة بي بسيل. ايه بسيل، ميرسي عمو مون جنرال.